صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد فان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما أخرجه سيدنا مسلم رضي الله عنه في صحيحه يقول: ما من أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني ما كنت أطيق أن أمعن النظر في وجهه الكريم، ولو سألتموني أن أصف لكم رسول الله ما قدرت أن أوصفه. ولهذا سيدنا كعب بن زهير رضي الله عنه وتنسب إلى غيره يقول: لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري صلى الله عليه وآله وسلم. يوم حجه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم آمرا سيدنا أبا طلحة الذي كان يحلق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع أدبا مع شعره الشريف لا يسقطه على الأرض يجمعه، فلما جمعه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا طلحة، وزع الشعر على أصحابي. فصاروا يقتسمون، منهم من نال شعره ومنهم من شعرتين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما سمع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق شعره على الحاضرين ممن كان في صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، انطلق سيدنا خالد وجث على ركبتيه مبتهلا راجيا متضرعا إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم باكيا ويقول: ناصيتك يا رسول الله لا تؤثر بها أحدا علي. فلا زال يرجوه حتى أعطاه شيئا من شعرة ناصيته الشريفة. كان سيدنا خالد ينصر فيقول: ما رأينا لك إلا نصرا بعد نصر، وما هزمت أبدا. فكشف عن قلنسوته فإذا شعرات لسيدنا النبي ويقول: بها أنصر بفضل الله عز وجل. إجلال لشعراته، فكيف لبركاته وأنواره وأسراره ومجالسته صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. سيدنا الشاعر المنافح الصحابي الجليل حسان بن ثابت يجلس مع الصحابة على حالهم ومرادهم، ينتظرون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع عليهم، فلما رآه سيدنا حسان قام منتصبا، فلعل بعضهم سأله: لما قمت وكلنا ينتظر رسول الله؟ فقال على البديهة: قيامي للرسول علي فرض، وترك الفرائض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وقلب يرى هذا الجمال ولا يقوم. هذا الجمال المحمدي الذي كان سببا في الإيمان وبلوغ شريعة الإسلام من غير بيان ومن غير قرآن، من الناس من أسلم ودخل إلى الله تعالى سريعا بقلب طائع، لم يسمع قرآنا ولم يسمع حديثا ولم يعلم بخلقه الشريف، إنما آمن لمجرد رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كحال سيدتنا أم معبد الخزاعية رضي الله عنها صاحبة الشاة، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزل بالبر وارتحل به، قد أفلح من أمسى رفيق محمد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي.
سيدتنا أم معبد وقصتها جليلة جميلة، لما جاء زوجها وقال: يا أم معبد، ما لي أرى البركات حواليك، أرى طيبا لم أعهده، فقالت: أقبل. فلما جاء رأى هذا الإناء بما فيه من اللبن وقد علاؤه البهاء والزبد، فقال: من أين لك هذا اللبن وليس عندنا في البيت شاة تدر بقطرة اللبنية؟ فقالت: يا أبا معبد، مر بنا رجل مبارك صلى الله عليه وسلم، قال: صفيه لي فإني أراه صاحب قريش، فإن كان هو لألحقن به ولأسلمن على يديه. تصف سيدنا النبي بالإجلال صلى الله عليه وسلم، فتقول: هو رجل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، وسيم قسيم، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صهل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعليه البهاء، أحسن الناس وأجملهم من قريب، وأبهاهم وأحلاهم من بعيد. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات عقد يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وهو إن كان له أمر ابتدروا لأمره، وإن قال قولا أنصتوا لقوله، محفوف محشود لا عابس ولا مفند. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الكرام يعظمون شريعة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من عند رب العالمين على بساط عظيم آخر وفقهم الله إليه، أكثر من اهتمامهم بباب العلم، وهو حرصهم على الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال أحد العارفين: اجعل ملحك علما وأدبك دقيق. الأدب الذي حافظ عليه الصحابة كان في صور عديدة، من أيسرها ثم أبلغها ما كان من حفظهم لوصايا الأداب من عند رب العالمين لجناب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. الله أدبهم معه فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أدبهم وأدبنا وأدب كل الناس فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. الله أدب الجميع فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من التذوق لحلاوة هذا الخطاب من عند رب العالمين الصحابي الجليل خطيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما سمع هذه الآية ذهب إلى بيته وانطوى واعتكف وانعزل عن الناس يبكي. قالوا: ما يبكيك؟ قال: أخشى أن يحبط عملي من حيث لا أشعر، أنا أخطب وأخشى أن هذه الآية محققة في إذ علوت بصوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فيرسل إليه في بيته الذي بكى وانطوى فيه يبشره ويقول له: لا تبكي فإنك من أهل الجنة يا ثابت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم يجلونه إجلالاً عظيماً كبيراً. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ابن عفان، لما كان يجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له المكافأة باليد الشريفة، لما قال صلى الله عليه وسلم عند البيعة وقد بايعه الكثيرون يومئذ وقال الآخرون في أنفسهم: إن هذا لأمر عظيم غاب عنه عثمان، يا ليت عثمان معنا حتى يلحق ببيعة يده ليد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا به صلى الله عليه وسلم ينبئه العليم الخبير بقولهم وبزعمهم وما أضمروه، فيرفع يده اليمنى الشريفة ويقول حاط إياها في يده اليمنى الثانية الشريفة ويقول: هذه يد عثمان تبايعني. فكانت خيرا من اليد البشرية لسيدنا عثمان. كافأ الله تعالى هذا العطاء المخصوص لسيدنا عثمان بأن أبدل الله يده باليد المحمدية الشريفة التي نسقى بها إن شاء الله جميعاً وكل المسلمين في الدنيا ويوم الدين. هذه العطية من عند الله
كانت فضلا من الله لسابق أدب سيدنا عثمان، إذ أن الوقت الذي بايع فيه الناس والصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصنع بيده الشريفة ما تعلمون بهذا، كان سيدنا عثمان سفيرا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة وقريش، ومنعوا سيدنا النبي من الدخول إليها والطواف بالكعبة والبيت العتيق، ولكنه لما كان في جوار بني أمية قومه قالوا له: إن شئت يا عثمان أجزنا لك وأبحنا لك الطواف، فوقف منتصبا وقال: معاذ الله أن أطوف البيت قبل رسول الله. أدب ولو كان فيما تشتهيه الأنفس وما تشرئب إليه الأعناق من الحج ومن العمرة والنظر إلى الكعبة الشريفة رغم الهجرة ورغم الشوق إلى مكة، لكن هذه الشريعة لم يكن لها تصدير قبل حجاب الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه، كذلك ابن الخطاب فيما رواه سيدنا الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات وغيرهما رضي الله عنهم جميعا، لما أصابه شيء من الماء من ميزاب بيت سيدنا العباس وأصاب شيئا من الناس في الطريق، أمر سيدنا عمر أن يقتلع هذا الميزاب، فجاءه سيدنا العباس وقال: يا أمير المؤمنين، إني أشهد أن هذا الميزاب وضعه رسول الله بيده في هذا المكان. فاستكان سيدنا عمر على رقته وعلى حبه، وأي الناس يحب كحب سيدنا أبي عمر وسيدنا أبي بكر والصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم على سيدنا العباس ووطئ له ظهره وقال: لا تطأن ظهري ولا تردنه إلى مكانه. سيدنا العباس نفسه فيما رواه الإمام أبو يعلى برجال الصحيح وغيره سئل عمن كان يريد مثلا أن يؤرخ لعمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا عباس، يا عم رسول الله، أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال بالبديهة والقلب العامر بحب رسول الله وإجلاله والأدب معه: رسول الله أكبر، غير أنني ولدت قبله. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قبل أن يقدموا علمهم أن يقدموا أدبهم في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لم يغيبه الله تعالى بفضله ونواله وتوفيقه عن الصحابة أن تنبهوا إلى أمر عظيم في أدبهم معه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أنهم أرادوا أن يكون حظ رسول الله فيهم كما كان حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاء الصحابة بمشيئة الله أن لا يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمور المسلمين، بل أرادوا أن يشغلوه بشيء زيادة على أحوالهم مما يدخل السرور عليه ويدخل الفرحة عليه ويزيل كبد وتعب المسلمين على كاهله وثقله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان في صحابته من سمي حتى من المصنفين من ساداتنا رضي الله عنهم، كما أذكر الإمام الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية يصنف بابا يسميه بالمضحكين والمضحكات، ومن أجلهم الصحابي البدري رضي الله عنه سيدنا نعيمان، كان على صحبته وحبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن يأتي شيئا يرى في ظاهره مزحا ومبالغة في المزح، إلا أن الأصل والروح واللب فيه والقصد منه إدخال السرور على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد جاء ذات يوم بفاكهة وشيء لم يكن عند أحد من أهل المدينة أتت به القوافل، فأخذه من هذا البائع، ولما طلب الثمن قال: خذ الثمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق البائع وأهدى لرسول الله هديته التي حببت في عينيه إلى حبيبه عينيه صلى الله عليه وسلم. فجاء في هذه الجلسة البائع واطلب الثمن وقال: يا رسول الله، ادفع لي ثمن هذا العطاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اشتريته منك؟ فتبسم بعدها صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا من صنيع نعيمان رضي الله عنه، فقال: يا ما حملك على ذلك؟ فيقول بعد المزاح صدق قول ما هو مفعم من حبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حضر ما رأيت فكرهت أن يقربه أحد قبلك يا رسول الله. سيدنا نعيمان كان من قضاء الله فيه أنه يؤتى بين الحين والآخر قد شرب شيئا من الخمر أكرمكم الله،
فزعله لعنه أحد الصحابة بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنعنه، فإنه شهد بدرا، وقد قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم يا أهل بدر فقد غفرت لكم، لا تنعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا نعيمان جاء به ذات مرة إلى حضرة سيدنا النبي وقد شرب شيئا من الخمر، فما زاد صلى الله عليه وسلم أن أخذ نعله الشريف وضرب قدم سيدنا نعيمان ضربة واحدة، فكان هذا هو الحد. المبغضون المستشرقون قالوا: كيف الحكم بثمانين جلدة وغير ذلك من الأحكام، وها هو رسول الله يضربه بضربة واحدة خفيفة بنعله؟ من أحسن ما أجاب في هذا سيدنا الإمام السيوطي جلال الدين رضي الله عنه في كتابه الشهير قوت المغتذي على جامع الترمذي، يقول: إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الشارع، فله أن يحكم بما شاء على من شاء وكيف ما شاء صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من تعظيم الصحابة الكرام أيها الأحباب لشريعة نصرة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يشتاقون إلى رسول الله، وشوقهم ليس لبث هذه اللواعج القلبية، إنما كان مرادهم على مطية هذا الشوق الذي يبثونه أنهم يريدون أن يحيوا حياة مع رسول الله في كل زمان وفي كل مكان، لا تغيبه ما كتب الله له من ميتة على بشريته صلى الله عليه وسلم، لا تغيبه الأيام صلى الله عليه وسلم، متحققين بقول الله إلى يوم الدين لكل الناس: واعلموا أن فيكم رسول الله. سيدنا عمر بما رواه الإمام القاضي عياض في الشفاء رضي الله عنه وغيره يقف باكيا عند مقام سيدنا النبي: زورنا الله وإياكم مقام رسول الله مرارا وتكرارا وكل المسلمين، يقف باكيا عند حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعلك آخر الأنبياء بعثا وذكرك في أولهم، فقال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أهل النار يودون أن لو أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان لك جذع تخطب عليه، فلما اتخذت منبرا لتسمع الناس حن الجذع لفراقك، فنزلت إليه ووضعت يدك عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك بأبي أنت وأمي. يا رسول الله، لئن كان الله أعطى موسى بن عمران حجرا تتفجر منه الأنهار، فما ذاك بأعجب من أصابعك الشريفة نبع منها الماء صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان سليمان ابن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق الذي سريت عليه إلى السماء السابعة وفوقها، ثم نزلت صليت الصبح بالأبطح صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى، فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حينما كلمتك الذراع منها وهي مشوية تقول: لا تأكلني فإني مسمومة يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان سيدنا نوح دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن دعوت بمثلها علينا هلكنا، ولكن وطئ ظهرك وأدمي وجهك وشج رأسك، فأبيت أن تقول إلا خيرا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من كثرة من اتبعك على قلة عمرك وقصر سنك ما لم يتبع نوح
نوحا عليه السلام مع طول عمره وكثرة سنه فآمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جلستنا، ولو لم تآكل إلا كفءا لك ما أكلتنا، ولو لم تنكح إلا كفءا لك ما نكحت إلينا، ولكنك جلستنا وآكلتنا ونكحت منا وإلينا، وركبت الحمار ولبست الصوف ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك الشريفة تواضعا منك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. سيدنا عمر يحيى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة في تعظيم مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون واسطته إلى رب العالمين، يحلفون بالله ليرضوكم فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فعين الإيمان بكل عطية من الله في الدنيا والآخرة إنما ينالها الإنسان بواسطة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط لا ذهب كما قيل المصود، كما يقول ساداتنا. الله سبحانه وتعالى من بتوبة عظيمة بين الناس جميعا على الصحابي سيدنا أبي لبابة بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه، لما عقد نفسه ووثق نفسه إلى سارية بعدما طلب التوبة من الله، إلى أن نزل فيه الله سبحانه قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فجاءه الناس يريدون أن يفكوا وثاقه إذ بشروه بتوبة الله عليه، فقال: والله لا يحل وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقسم لهم عطاء الله إليه بالتوبة. ولهذا الصحيح في صحيح سيدنا البخاري رضي الله عنه عن سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. فكل عطاء من الله إنما هو بقسمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ساداتنا الأجلاء حينما عظموا شريعة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظموها بحفظ رسول الله بينهم، حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والقصة شهيرة في الهجرة، كان ما رافق سيدنا النبي إلا يسيرا، ذلك أنه في أكثر مدة الهجرة كان إما يمضي وراء رسول الله ساعة وإما يسير قبل رسول الله ساعة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم على ذكر الشريعة المحمدية بتعظيمه صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما لك تغيب خلفي ساعة وتسير أمامي ساعة؟ قال: يا رسول الله، إن ذكرت الطلبة سرت لأمنعك، وإن ذكرت الرصد سرت لأمنعك. يا رسول الله، إن مات أبو بكر مات رجل، وإن مت وأصبت إن محت شريعة وأصيبت أمة. فداء وحفظ للشريعة المحمدية بحفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو قتادة فيما أخرجه سيدنا مسلم رضي الله عنه في صحيحه في مختصر القصة يقول: إنه كان راجعا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات معه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فركب صلى الله عليه وسلم وسار على راحلته، فجاءه شيء من النوم فنام صلى الله عليه وسلم، فرأيته مال يسيرا فأدركته ودعمته حتى لا يقع صلى الله عليه وسلم من غير أن يفيق، وهو القائل في الصحيح: تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سار شيئا ثم مال صلى الله عليه وسلم ثانية، فيقف عنده سيدنا أبو قتادة فيدعمه ثانية من غير أن يفيق صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو قتادة: فما قال رسول الله ثالثة أكثر من الأولى والثانية، فدعمته فأفاق. قال: من هذا؟ قلت: أبا قتادة خادمك يا رسول الله. فقال: من أين مسيرك مني منذ متى؟ قال: من أول الليل يا رسول الله أحفظك. فقال صلى الله عليه وسلم: حفظك الله كما حفظت نبيه. من يحفظ رسول الله في أمته وفي شريعته فله بشارة حفظ الله له من عند رب العالمين. بيت القصيد أيها الأحبة، هذه كلها سبل من ساداتنا الصحابة وغيرها إجلالاً للشريعة المحمدية وحفظها،
ولكن ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم ما غيبوا أبدا عنهم بتوفيق الله أن ينصروا هذه الشريعة وأن يبذلوا مهجهم وأرواحهم في حفظها، حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وأحكام رب العالمين وكل مقاصد الإسلام في مراد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث الذي رواه سيدنا الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا قتادة رضي الله عنه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ذات يوم على سيدنا أبي بكر يقرأ القرآن بصوت منخفض، ومر على سيدنا عمر يقرأ القرآن بصوت عال جهوري، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر: لما خفضت صوتك؟ قال: يا رسول الله، قد أسمعت من نجيت. ثم قال لسيدنا عمر: لما رفعت صوتك؟ فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، لأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فأمر صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر ارفع قليلا، ويا عمر اخفض قليلا. سيدنا أبو العباس المرسي رضي الله عنه بما ذكر في لطائف المنن قال: إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد البكري والعمري أخرجهما عن مرادهما إلى مراد رسول الله فيهما صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله دليل على أن الصحابة حينما عظموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما عظموا شريعته في ذاته وفي صفاته وفي كمالات أحكام الله عز وجل التي بلغها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الشاهد أيها الأحبة في هذا المطلب وأستسمحكم جميعا، الصحابي الجليل سيدنا خزيمة رضي الله عنه ابن ثابت الخطمي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فيما شهده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل هذا البائع الذي باع لسيدنا النبي فرسا وقال: ما بعتك؟ وقولوا: رسول الله قد بعتني هذه الفرس. فيقول: ائتني بالشاهد. فالصحابة سكتوا ويقبل سيدنا خزيمة ويقول: يا رسول الله، أنا أشهد أنه باعك وترابح البيع بينكما. وعوض أن يحدثه البائع إذا برسول الله الناصح الأمين الذي لا يخشى في الله لومة لائم ليؤدب الناس جميعا، يتجه إلى سيدنا خزيمة ويقول له: يا خزيمة، كيف تشهد على بيع وعقد لم تكن حاضرا فيه؟ فيقول: على البديهة، بل بقلب مفعم بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أنصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في فرس الأعرابي. فكافأه الله عز وجل مكافأة عظيمة، حتى روي في صحيح سيدنا البخاري رضي الله عنه عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما جمعنا المصاحف جمعا للقرآن الكريم كنت أحفظ آية عن رسول الله لم أجدها عند أحد، وهي قول ما سمعناه من الشيخ الكريم منذ قليل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. قال: ما وجدوها إلا عند سيدنا خزيمة رضي الله عنه، كافأه الله بنصرة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المكافأة المحمدية بالحديث الذي رواه سيدنا ابن حبان رضي الله عنه في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده بالضبط في مسند الأنصار عن سيدنا ابن شهاب الزهري كما رواه سيدنا الإمام النسائي في السنن الكبرى عن سيدنا عمارة بن سيدنا خزيمة، وقال رجال الحديث بهذا الإسناد ثقات كلهم بالسند المتصل. سيدنا خزيمة أيها الأحباب يرى رؤيا عجيبة، جاء إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقص عليك رؤياي؟ وكان صلى الله عليه وسلم يتألف القلوب بعد صلاة الصبح غالبا ويقول: أيكم رأى رؤيا فأعبرها له. إذا بسيدنا خزيمة ويقول: يا رسول الله، إني رأيتني في منامي أسجد على جبهتك الشريفة يا رسول الله. فسيدنا النبي يقول له: يا خزيمة، إن الروح لتلقى الروح. واضطجع له صلى الله عليه وسلم وقال: يا خزيمة، صدق رؤياك. فسجد سيدنا خزيمة يقظة على جبهة سيدنا رسول الله، فأوتي فضلا من عند الله لنصرة شريعة الله وكرامة من عند رسول الله. كريم رسول الله والله أكرم، وهل سائل بين الكريمين يحرم؟ أيها الأحبة الكرام، ما نعنيه
بما يكون لنا ببلوغ كل مطلب شريف نفيس من كلام رب العالمين، ومن صحبة هؤلاء الكرام رضي الله عنهم لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نهيب خاصة بأهل العلم ونحن على آثارهم ونحن منهم وعلى شاكلتهم. أهل العلم لابد أن يكون لهم تعظيم لحديث رسول الله ولشريعة سيدنا رسول الله وللعلم عن سيدنا رسول الله، لكي يكافأوا فضلا من عند الله وكرامة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر الأمة سيدنا عبد الله ابن سيدنا العباس رضي الله عنهما، كان غلاما صغيرا في سنه، بات عند خالته أم المؤمنين ستنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروي القصة سيدنا عبد الله، فقال لسيدتنا ميمونة: أنام الغليم؟ فقالت: نعم، ولم يكن بنائم، إنما كان يتمتع ويتذوق مبيتا بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سيدنا عبد الله: فنام رسول الله طرفا من الليل، ثم قام صلى الله عليه وسلم يفرك النوم عن عينيه، ثم قام إلى حاجته، فعلمت أنه لابد له من ماء الوضوء، وهو علامة ودليل على أن هذا من الفقه في الدين. فأعد لرسول الله ماء، ثم نام في فراشته على هيئة من لم يقم أبدا. فجاء صلى الله عليه وسلم ورأى الماء، فعلم أن من أعد له هذا الماء هو المتطلع إلى الشريعة، المتطلع إلى الفقه في الدين، إلى نصرة شريعة سيد المرسلين، هذا النائم بجنبه. فقال صلى الله عليه وسلم داعيا لسيدنا عبد الله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. نهيب بأهل العلم أيها الأحباب في كل زمان ومكان أن يكون لهم امتداد ومدد سار جار فيهم في تعظيم هذه الشريعة، كحال سيدنا الإمام مالك الذي ما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمسك عن الجواب حتى يغتسل أو يتوضأ وضوء الصلاة، ويلبس أجود ما يجد من الثياب، ويتطيب بأطيب الطيب، ويلبس قلنسوته جديدة طيبة على الناس، ويمشط لحيته. فقيل له: لما كل هذا الأمر؟ قال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا سعيد بن المسيب لأصابته علة عافاكم الله جميعا وكل المسلمين، فلما أصيب بهذه العلة جاءه من يسأله عن حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وتعنى وقام من رقاده واضطجاعه حتى استوى وحدث الحديث. قالوا: ما شئنا أن تتعنى يا إمام؟ قال: كرهت أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع، إكراما وإعظاما وإجلالا وتعظيما لحديثه صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحباب في كل مكان ونفسي قبل الجميع، نهيب بالأمة جميعا أن تعظم تعظيم الصحابة الكرام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هم المؤمنون حقا، ما سميناهم بالإيمان الحقيقي إلا أن الله سماهم كذلك، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هم خير قدوة للأمة أن يقتدى بهم في تعظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حال الأمة يبكي إن لم يكن يدمي فيما نرى، ولكن إن الأصل في كل ما يعاينه كل واحد في نفسه وأمته المحمدية هو أنها افتقرت في أكثر الأحوال إلى إجلال رسول الله وتعظيم شريعة رسول الله والتمسك بالقرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته المحمدية وسنته الأحمدية. رحم الله أحمد شوقي لما قال: إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصات. فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحصرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. فقل رب وفق للعزائم أمتي وسدد لها الأفعال والعزمات. مدد سار وعطاء جار في تعظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أستسمحكم لأن أذكر شاهدا عظيما ينبئ على تعظيم حب سيدنا النبي وامتداد شريعته أخذا بأخذ وتلق بتلق، وهو أمر عن سيدنا ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه بما أثبته الإمام ابن حجر في المطالب العالية. وقال أبو يعلى: رجال الحديث رجال الصحيح، سيدنا ثابت البناني تلميذ ومريد سيدنا أنس ابن مالك خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذات مرة يطرق الباب طرقا شديدا حتى علم أنه سيدنا ثابت على باب شيخه سيدنا أنس، فقالت الجارية لسيدها سيدنا أنس: إن الطارق والمستأذن طالبك ومريدك ثابت البناني. فقال: لا تفتحي له الباب حتى تأتيني بالطيب. قالت: لما يا سيدي؟ قال: إن ثابتا لا يرضى الخروج من عندنا حتى يقبل هذه الآيات. وحال سيدنا ثابت لما طرق باب شيخه الواصل إلى رسول الله خادمه صلى الله عليه وآله وسلم حاله يقول: أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. فدخل باكيا. قال سيدنا أنس: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: يا سيدي، قد بلغ بي اليوم الشوق إلى رسول الله أن عقد عقدة لا يحلها إلا الجلوس بين يديك. قال: ما تريد؟ قال: يا سيدي، هل نظرت بعينيك هاتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقام وقبل عيني سيدنا أنس ثم جلس، ثم قال له: يا سيدي، هل سمعت بأذنيك هاتين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قام وقبل أذني سيدنا أنس ثم جلس، ثم قال له: يا سيدي، هل صببت الماء بيدك هاته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقام وقبل يدي سيدنا أنس ثم جلس، ثم قال له: يا سيدي، ناشدتك الله، هل مشت رجلاك هاتين في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم نعم. فقام وقبل رجلي سيدنا أنس، وحب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيدنا النبي يبشر الأمة بأنه إمامها متى عظموه في أجل مقام له في الدنيا وأجل مقام عند لقاء رب العالمين، بما رواه سيدنا الترمذي والبيهقي رضي الله عنهما عن سيدنا أنس: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا أول الناس خروجا يوم القيامة إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، وأنا شافعهم إذا حبسوا. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل. من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى، بل نلت كل آمالي. بشرى لمن عشقوا جمال محمد، نالوا القبول من الولي الوالي. أنا يا حبيبي في هواك متيم، وشهود وجهك بغيتي ونوالي. واجي بهذا الوجه مضنا مغرما، يرجو نوال القرب والإيصال. أنت الوسيلة، أنت نور حياتنا، أنت الشفيع بحضرة المتعالي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد ومجد وكرم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. اللهم بالصلاة عليه يا رب فرج كربنا وأزل همومنا وحل عقدنا، ويسر اللهم أحوالنا، وأصلح اللهم أحوال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا من هو على كل شيء قدير، من علينا بالصحة والعافية في سيد الشيخ يا رب العالمين. اللهم من على سيد عبد اللطيف بتمام العافية ولباس السلامة يا أرحم الراحمين، وامسحه اللهم بمسحة الشفاء التي مسحت بها عبدك سيدنا أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأبقه لنا وللمريدين وللمسلمين خيرا ونبراسا وعلى من يقتدى به يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اشف شفاء تاما رئيس هذا البلد يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر ضرا ولا سقما، ورده إلينا وإلى بلده سالما معافا يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم واشف لنا كل مريض، وعاف لنا كل مبتلى، وعافنا اللهم من ضر قلوبنا ومن سقم أرواحنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا تآلفا وتعاطفا وحبا فيما بين المسلمين يا أكرم الأكرمين. نسألك يا من عطاؤه بين كن فيكون أن تمن علينا بالفرحة بسلامة وأمن كل المسلمين. اللهم احفظ إخوتنا في سوريا ومصر وفلسطين وليبيا وتونس وكل
بلاد المسلمين، واحفظ المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، وزد اللهم الجزائر أمنا وأمانا وسلامة وحفظا، واحفظ فيها كل راع وكل الرعية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. كل واحد منا عنده حاجة في قلبه لك فيها الرضا وله فيها الصلاح، اجعلها لنا جميعا مقضية يا رب العالمين. بلغنا اللهم ما سألنا، وحقق لنا يا ربنا ما رجونا، وارزقنا حجات وعمرات وزيارات مرارا وتكرارا لسيد السادات صلى الله عليه وسلم. واجعل اللهم أيادينا هذه لا تضم إلى وجوهنا وصدورنا إلا وقد عمرتها خيرا وعطاء ونوالا ورحمة يا رب العالمين. واجعل اللهم أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الأمين وآله الطيبين مطهرين إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه، ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد خان آل محمد. بعداوة الأزواج والأختان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أزاهر البستان.